وفي سياق حصاد الأرقام الكبيرة التي يحققها إكسبو 2020 دبي، أعلن جناح مصر عن وصول أعداد زواره إلى 1,100,000 زائر منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي مطلع أكتوبر الماضي، حيث يقدم الجناح رحلة لزائرين بين الحضارة الفرعونية والنهضة الحالية التي تشهدها مصر في شتى المناحي العمرانية والعلمية والثقافية. وأشادت إدارة الجناح المصري بالنجاح الكبير الذي حققه إكسبو منذ انطلاقه.